استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين سعادة الفريق أول ساهر شمشاد ميرزا رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والوفد المرافق له، بحضور سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بسعادة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والوفد المرافق له، ومشيدا معاليه بعمق العلاقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة وسبل تطويرها على صعيد التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات واللواء الركن بحر محمد يوسف العسم مدير التعاون العسكري وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.